تفقد اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ مجمع خدمات المواطنين بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح المحافظ أن المجمع الخدمي بالجزيرة الخضراء هو عبارة عن مجمع حكومي منفصل يحتوي على العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن لتخفيف المعاناة عنه، بدلا من أن يتجه لعاصمة المركز أو المحافظة، لافتا إلى أن المركز التكنولوجي بالجزيرة الخضراء يقدم العديد من الخدمات مثل البريد والتموين والشهر العقاري والسجل المدني.